طيب ودلوقتي ميعادنا مع جولة المحافظات، اتفضل. حاسك عاوزة انت تطلعيها. طيب مشاهدينا دلوقتي ميعادنا مع جولة المحافظات اليومية، تعالوا نتابع أهم الأخبار اللي حصلت في المحافظات امبارح، واللي منها استعداد محافظة الغربية لاستقبال 184 ألف طن من القمح من المحصول الجديد في أول إبريل، وكمان صرف معاش مكافأة للعاملين بجامعة أسيوط، وأخبار تانية كتير في المحافظات هنشوفها في التقرير التالي. النهارده هنبدأ جولة المحافظات من أسيوط. الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط أعلن عن صرف شهر مكافأة لجميع العاملين بالجامعة من الراتب الأساسي بحد أدنى 400 جنيه، وده مراعاة للفئات أصحاب الدخل المنخفض بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، وهيستفيد من المكافأة دي أكثر من 26 ألف موظف بمختلف الدرجات الوظيفية. في دمياط افتتح الدكتور خالد خلف وكيل وزارة التربية والتعليم معرض الأنشطة التربوية تحت عنوان مفيش حاجة ملهاش لازمة. المعرض بيضم العديد من أعمال وابتكارات الطلاب في مجالات مختلفة. في سوهاج الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج تفقد معرض الكتاب اللي نظمته كلية الحقوق وبيضم 3000 كتاب، وقال إن الجامعة حريصة على تنظيم مثل هذه الفعاليات لأنها بتهدف لنشر الثقافة العامة وتشجيع طلاب الجامعة على القراءة وزيادة الوعي لديهم. في سيوة تم افتتاح فعاليات الملتقى التاسع لأهل مصر بمركز الحرف اليدوية اللي بتنظمه وزارة الثقافة والإدارة المركزية للدراسات والبحوث. في الغربية الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أعلن أنه تم توفير 22 موقع تخزيني في جميع مراكز ومدن المحافظة بداية من أول إبريل اللي جاي لاستقبال 184 ألف طن من القمح. كمان المحافظة وفرت 77 منفذ وسيارة ومعرض للسلع الغذائية داخل جميع مراكز ومدن المحافظة من أجل توفير كافة السلع بأسعار مخفضة خلال شهر رمضان الكريم. في المنوفية اختتم المؤتمر الدولي لكلية الهندسة جامعة المنوفية أعماله، وناقش حوالي 60 بحث علمي وورقة عمل حوالين القضايا المؤثرة في استراتيجية مصر ورؤيتها لـ2030، وده لضمان استدامة التنمية في جميع المجالات التكنولوجية.